بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزري على ألفاظ متن كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل: الأوقات التي تكره الصلاة فيها. الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما كما في الروضة، وشرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق. يبقى اختلف مذهب الشافعية على قولان في وقت الكراهة: هل هي كراهة تحريم للصلاة أم هي كراهة تنزيه؟ على قولان، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن كراهة التحريم يأثم فاعلها كالحرام، إلا أنها ثبتت بدليل ظني، أما الحرام فيأثم فاعله وثبت بدليل قطعي. أما كراهة التنزيه فهو لا يأثم فاعلها، وإن كان هنا يأثم لا من جهة الصلاة، بل من جهة التلبس بعبادة فاسدة، على القول بكراهة التنزيه. كراهة التنزيه فاعلها لا يأثم، لكن هو يأثم في الصلاة في وقت الكراهة، حتى على القول بكراهة التنزيه، لأنه تلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بعبادة فاسدة فيها نوع تلاعب فيأثم. واضح؟ أما القول على كراهة التحريم فيأثم لوجود التحريم فيها. يبقى عندنا مذهبان أو قولان عند الشافعية في الأوقات التي تكره الصلاة فيها: هل تكره تحريما ولا تكره تنزيها؟ وفي الحالتين يأثم. لكن إذا قلنا أنها يكره تحريما فيأثم من جهتين: يأثم من جهة أنه تلبس بعبادة فاسدة، وأنه خالف النهي. يبقى الحرمة تأتي من جهتين. أما على القول بكراهة التنزيه فالحرمة تأتي من جهة واحدة، يعني الإثم يأتيه من جهة واحدة، وهو أنه تلبس بعبادة فاسدة. عشان كده لما نيجي نقرأ كلام الشيخ بوضوح كده، يقول إيه؟ في الأوقات التي تكره الصلاة فيها إيه؟ تحريما كما في الروضة. يبقى الإمام النووي اختار في كتاب روضة الطالبين أنها كراهة تحريم، وكذا في كتابه شرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. يعني الإمام النووي ذكرها في نواقض الوضوء كراهة التنزيه، ولما جاء اتكلم عليها في باب الصلاة قال كراهة التحريم. واضح؟ وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. في المذاهب الثانية غير الشافعية لا يصلى فيها أي صلاة مطلقا، واستثنى الحنابلة صلاة الجنازة فقط فتصلى في أوقات التحريم. واضح؟ لكن الأحناف والمالكية حتى صلاة الجنازة تؤجل إلى أن ينتهي وقت الكراهة فيصلي الجنازة عليه، هذا عند الأحناف والحنابلة. حتى إنهم عندهم صلاة الكسوف والخسوف في وقت التحريق الكراهة ما تصلاش، يعني لو صادف كسوف الشمس وقت بعد عصر مثلا لا تصلى عند الأحناف ولا عند المالكية، لكن عند الشافعية والحنابلة تصلى في أي وقت كان، لأن هي صلاة لها سبب مقارن ولا يتكرر. صلاة الاستسقاء بالإجماع لا تصلى، لا عند الشافعية ولا الحنابلة في وقت الكراهة،
لأنها صلاة يمكن أن تؤجل عن وقت الكراهة وتصلى في وقت تحل فيه الصلاة، ما فيش داعي نختار بعد العصر ونصلي صلاة الاستسقاء، أو مثلا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ونصلي صلاة الاستسقاء، نستنى ما تطلع الشمس ونصلي. أما الشافعية فعندهم الصلاة التي لها سبب يجوز أن تصلى في وقت الكراهة، سبب سابق عليها وسبب مقارن لها، أما السبب اللي هو متأخر عنه فلا يجوز مطلقا. يبقى احنا ممكن نلخص المسألة على المذاهب الأربعة أنها بالإجماع كل صلاة لها سبب متأخر عليها لا يجوز صلاتها ويحرم ولا تنعقد في وقت الكراهة بالإجماع، زي صلاة سنة الإحرام أنت بتصليها عشان تحرم بعدها، يبقى صلاة بقى جاي فلا تصلى سنة الإحرام في وقت الكراهة. كذلك صلاة الاستخارة أنت بتصليها عشان تقول دعاء الاستخارة بعدها، يبقى سببها متأخر عليه، يبقى لا يجوز صلاتها على أي مذهب حتى الشافعية. وكذلك صلاة قضاء الحاجة، لأن برضه أنت بتصليها عشان تدعو بعدها. يبقى في الصلاة التي لها سبب متأخر عليها لا يجوز صلاتها في وقت الكراهة تحريما على قول، وقول آخر كراهة ولا تنعقد بالإجماع ويأثم فاعلها بالإجماع. أما الصلاة التي لها سبب سابق عليها كتحية مسجد، لأن سببها سابق عليها وهو دخول المسجد، أو كسنة الوضوء سببها سابق عليها وهو الوضوء، أو صلاة سنة راتبة تأخرت عليك، أو قضاء فائتة، كل دي صلوات لها سبب سابق عليها أو مقارن لها كصلاة الكسوف والخسوف، يبقى يجوز صلاتها في وقت الكراهة. وكذلك صلاة الجنازة عند الحنابلة يوافق الشافعية في الجنازة بس، وقت كراهة الصلاة عند الحنابلة بس وكذلك الشافعية. أما المالكية والأحناف عندهم مطلق صلاة وقت الكراهة لا. ما هي سنة الإحرام أصلا ليست من شروط صحة الإحرام، دي من سنن الإحرام فيتركت. افرض هو عايز يصلي سنة إحرام وراح أبيار علي بعد صلاة العصر مثلا، اللي هو ذي الحليفة الميقات، له إن كان شافعيا أن يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ويقرنها معها سنة إيه؟ الإحرام. يبقى كده سهل، يصليها في المسجد وينوي تحية مسجد وتيجي معاه سنة الإحرام، سهلة يعني، فهمت بقى المسألة؟ لكن ما ينويش سنة إحرام فقط، لو نوى لا تنعقد ويأثم، لو نوى سنة إحرام فقط في وقت الكرة لا تنعقد ويأثم بالإجماع بقى، واضح؟ سنة الوضوء اسمها، ما فيش حاجة اسمها سنة غسل، اسمها سنة وضوء، لكن الغسل لا سنة له، إلا لو نوى ينوي سنة الوضوء يمشي، لأن سنة الوضوء سببها سابق عليها، واضح؟ لا، صلاة الكسوف والخسوف والجنازة عند الحنابلة والشافعية تصلى في وقت الكراهة، حنابلة والشافعية، لكن عند المالكية والأحناف لا، لازم تستنى ما يزول وقت الكراهة. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، شوف، إما متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. خلاص، يبقى صلاة الاستسقاء ليها سبب مقارن عند الشافعية وهو وجود الجد وقلة المطر، فالأول من الخمسة، أول بقى احنا قلنا خمسة أوقات، الأول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح، اللي بعد صلاة يعني مطلق نافلة، ما ينفعش تصلي مطلق نافلة لأن دي لا سبب لها، بعد صلاة الصبح
وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس وترتفع. الوقت الثاني لحظة طلوع الشمس، لحظة الشروق عند طلوعها، إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. والرمح عبارة عن إيه؟ 3 درجات، وكل درجة 4 دقائق. درجة يعني درجة حركة الأرض يعني، ويبقى إيه معناها 12 دقيقة بعد إيه؟ انتهاء شروق. لأن 3 درجات اللي هي قدر الرمح ده، أنت تعتبر إن الأفق مع السماء عامل زي المنقلة كده في بتاعة أدوات الهندسة. فعندك الدرجة 90 دي تبقى إيه؟ الزوال. وعند الشروق تبقى طالعة درجة 0. أما تبتدي تتكامل القرص ويطلع درجة ودرجة ودرجة، 3 درجات يبقى بقدر رمح. الدرجة بتاخد قد إيه؟ 4 دقائق. يبقى معناها 4 في 3 معناها 12 دقيقة. تشوف الشروق الساعة كام؟ تحط عليه 12 دقيقة، يبقى ده وقت حل النافلة. وقت حل النافلة. واضح؟ وفي بعض العلماء يقول لك إيه، تثبت أكتر وقت 3 ساعة. ما يجراش حاجة، يبقى أقل حاجة 12 دقيقة. يقدر يقوم يصلي لو مستعجل، ولو مش مستعجل ينتظر شوية علشان يدخل وقت الضحى. لأن في وجه عندنا إن من بعد 12 دقيقة إلى 8 دقائق كده عشان تكمل 20، ده وقت سنة إشراق مش ضحى. وبعد كده تبقى ضحى، ده وجه. وفي وجه تاني يقول لك لا، دي ضحى بقى. فاهم؟ عشان كده علشان تصلي ضحى بالإجماع تستنى 20 دقيقة عشان تبقى اسمك صليت الضحى بالإجماع. ده وجهين عند الشافعي. هل صلاة سنة الإشراق دي صلاة منفصلة غير الضحى أم لا؟ في وجه بيقول لك آه هي سنة منفصلة. فهمت إزاي؟ سنة إشراق. وفي وجه تاني يقول لك لا، سنة الإشراق هي سنة الضحى. الاثنين حاجة واحدة. فهمت المسألة؟ يعني ده صح وده صح. وجهان. فاللي هيصلي بعد 20 دقيقة يبقى أصاب الضحى يقينا. بالإجماع بقى. ما هو الضحى، ما احنا عندنا الضحى لحد 8 ركعات، ما هي ممدودة. ما انت ممكن تصلي الضحى 8 ركعات. حتى بالظبط بتلت، بتلت ساعة. ايوه. هيجي وقت الزوال، هيجي الوقت. ايوه. ممكن نخلي الأسئلة بعد ما نخلص المسألة على بعضها، لأن ممكن الإجابة تتم. كده أحسن؟ نخلص بس الإيه الحتة دي. فبيقول والثاني الصلاة عند طلوعها إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. وقدر الرمح قلنا 3 درجات والدرجة 4 دقائق. كويس. والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء. احنا قلنا زي المنقلة كده، الشمس لما تبقى بدرجة 90 يعني فوق راسك، ده اسمه الاستواء. ده وقت الاستواء ده أو يسموه الزوال، لأنه زال الظل، حيث يزول الزيادة في الظل أو النقص في الظل. ما هو الظل يفضل يتناقص 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 لحد ما يثبت، وبعد ما يثبت تيجي تتنقل كده يروح منقول الظل للجهة التانية. لما تروح مرمية على الغرب سنة درجة واحدة، ده يجي وقت الظهر. طيب من أول بقى الدرجة 90 لحد الدرجة اللي بعد 90، 91 أو 92 أو 93 على حسب بقى كل بلد، وعلى حسب درجة العرض وارتفاع الشمس عليها وكده، بتختلف من في أثناء السنة. فبتتراوح من 3 ساعة لإيه؟ لحوالي 5 دقائق على حسب طول السنة. بتختلف وقت الزوال ده على حسب إيه؟ أولا أنت في أي خط عرض بالنسبة للشمس، وفي أي فصل من فصول السنة، فبتختلف. فبنخليها إحنا حوالي وقت الزوال ده. العلماء يقول لك 3 ساعة وخلاص ورايح نفسك احتياط، يعني 3 ساعة قبل صلاة الظهر، يعني قبل صلاة الظهر. وإن كان في بعض الأوقات في السنة بيبقى ربع ساعة بس، وعلى الأوقات 10 دقائق بس، وتختلف يعني.
والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء. يستثنى بقى كراهية الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة. يعني لو دخلت أنت يوم الجمعة تصلي تحية المسجد على جميع المذاهب حتى في وقت الإيه؟ الزوال ده، يستثنى الجمعة لشرف الزمان. فلا تكره الصلاة في وقت الاستواء. ويستثنى أيضا حرم مكة المسجد وغيره، يعني مكة كلها حدود الحرم كله، مش مسجد اللي في الكعبة بس، لا ده مكة كلها حرم كويس، فتستثنى ولك أن تصلي في مكة في أي وقت شئت فلا كراهة، ولكن وقت الكراهة يسموه خلاف الأولى وتنعقد. واضح؟ يبقى الصلاة في مكة وقت الكراهة يسموها إيه؟ خلاف الأولى وتنعقد ولا يأثم. واضح؟ بل يثاب عليه. لشرف الزمان، ومكة لشرف المكان. ولأن الرسول قال كده، قال لبني شيبة لا تمنعوا لما معاهم مفتاح الكعبة، يا بني شيبة لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي وقت من ليل أو نهار. قال لي إيه؟ لبني شيبة. فدل على أن أنا مستثنى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها. أنا أميل أنا شخصيا ولم أقرأها لأحد، إن يقاس على مكة المدينة، ويقاس على المدينة المسجد الأقصى لشرف المكان في الثلاثة دول. لكن لم يقل ذلك فقيه قبلي، اللي هو القياس على الاثنين. ها شوفها لي، لو لقيتها يبقى كويس، لكن أنا لم أقرأها لفقيه قبلي، لو لقيتها يبقى كويس، يبقى وافقت توردت الخوار. لكن أنا أميل لهذا، لقول النبي إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأشد. النبي قال كده، فينسحب حكم حرم مكة إلى حرم المدينة، وبالتالي يبقى أنا أميل لهذا الرأي يعني. لكنه هذا الرأي لم أقرأه لأحد ولم أسمعه من مشايخي، فلو حد اطلع في أي كتب ووجده يقول لي وينسبه لي لقائلي، عشان بس إيه يعني أفرح إن أنا وافقت من إيه من كان قبلي يعني. ولا أنصحكم تاخدوا برأيي، لكن لو خدتوه ما يجراش حاجة، يعني لا ألزمكم برأيي يعني، واخد بالك؟ وأنا لا أفعل به يعني. أنا ببقى قاعد في المسجد النبوي برضو مستني الشروق وأقوم أصلي. ليه؟ لأن علشان ما إيه ما تسرش على نفسك رغي كتير. الخروج من الخلاف مستحب، فليس كل ما تراه جائز لازم تعمله. فهمتني إزاي؟ عشان كمان ما تفتنش المسلمين، هيقابلك ناس مذهبهم مخالف ويجي يقول لك، ونخش في جدال في المسجد النبوي، ما يصحش وجود حبرة النبي. يعني ليس كل شيء جائز لابد تعمله. فهمت ازاي؟ ولو اعتقدت حتى جوازه، فمش شرط يعني. لكن انا اميل ان يجوز الصلاة في المسجد النبوي قياسا على الحرم المكي، لقول النبي اللهم ان ابراهيم قد حرم مكة واني احرم المدينة واشد، ونلحق بها المسجد الأقصى لشرف المكان أيضا، لأن هناك ثلاث مساجد يخص عن سائر المساجد. واضح؟ أنا أميل لهذا الرأي وإن كنت لا أستعمله خروجا من الخلاف، لأن عندنا الخروج من الخلاف مستحب، واخد بالك؟ فليس كل ما تذهب إليه لابد تعمله، دي نقطة مهمة. ولا ندعو الناس لفعله أيضا، ولكن ده مبحث فقهي، مبحث فقهي بس، قد لا ينبني عليه عمل. فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، يعني صلى لها سبب سابق زي سنة الطواف أو غيرها، يعني ليست لها سبب مطلق نفع وتطوع. الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لمن صلى العصر طبعا. مش واحد يدن العصر يقول لك لا ده مكروه، يا عم قوم صلي العصر، يقول لك اسم مكروه. يبقى الكراهة لمن صلى العصر، تبدأ الكراهة لمن صلى العصر. واضح؟ إنما اللي ما صلاش العصر
يظل يصلي العصر واجب عليه حتى قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فيدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس. من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. الأحناف ليهم رأي في مسألة الفجر بالذات، وإن كان وفق باقي المذاهب في صلاة العصر، إنك لو صليت العصر ركعة قبل غروب الشمس فتتم العصر وقت الغروب حتى يتم الغروب وتصلي المغرب بعدها زي باقي المذاهب. الأحناف قالوا في صلاة الصبح تستثنى، يعني لو أدرك ركعة قبل شروق الشمس فأشرقت عليه الشمس وقت الركعة الثانية تبطل صلاة الصبح عند الأحناف، فعليه ينتظر حتى ترتفع الشمس ويصلي الصبح كله. لم يقل ذلك أحد من المذاهب إلا الأحناف. يعني عند الأحناف لو قمت قبل الشروق بلحظة دقيقتين ولا حاجة يقولك انتظر ما تصليش بقى حتى يكتمل ارتفاع الشمس وبعدين صلي الصبح قضاء. لكن عند الشافعية لا، بمجرد قمت اتوضى وصلي، ما تسألش الشروق فين، واخد بالك؟ والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والخامس لحظة الغروب برضه، يبقى عندنا لحظة طلوع الشمس ولحظة غروب الشمس، وعندنا قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس بعد العصر. ادي اربع اوقات وتحط الزوال ادي خمسة، يبقى سهلين يعني. والخامس عند الغروب للشمس اذا دنت للغروب حتى يتكامل غروبها، يعني تختفي في الشفق، يعني يختفي خالص قرص الشمس ويبقى الشفق، يبقى هنا ودخل وقت المغرب، مش مجرد ان تنزل الشمس فيبقى في جزء منها نص مستخبي ونص باين تقول كده غربت الشمس. لا، ما ينفعش تفطر، لازم اما الشمس تختفي تماما تحت الافق كده. احنا خلصنا اوقات الكراهه. اللي عايز يسال في المساله دي عشان هنخش في صلاه الجماعه. ايوه يجوز عند الشافعية، عند الشافعية بس يجوز انك انت تتصدق عليه وتنوي فرض مما فاتك عشان يبقى ليها سبب سابق، ولا تنوي مطلق تطوع. فلو نويت مطلق تطوع لا يجوز، لكن تنوي ايه؟ فرض مما فاتك، يعني فرض صبح مما فاتك، او تنوي معه ادراك الجماعه، تنوي معه ادراك الجماعه. افرض ان انت كنت صليت الصبح منفردا وقعدت تذكر ربك، فلقيت واحد جاي متاخر وعايز يصلي الصبح، وقلت علشان اخد ثواب الجماعه فتنوي ادراك الجماعه، تنفع. يبقى يا تنوي ادراك الجماعه، او تنوي فرض مما فاتك، او تنوي تحيه مسجد، او تنوي سنه وضوء جديد، علشان ايه؟ تخرج من مشكله انها تبقى مطلق تطوع، لانه لا يجوز صلاه فرض واحد مرتين. ايوه واحد واحد بالنسبه لصلاه الجماعه. ايوه صلاه الجماعه ممكن تصلي مش على كل المذاهب، على كل المذاهب، على مذهب الحنابلة والشافعية يتصلى في أي وقت. يتصلى في أي وقت. لو مثلا لو واحد حنفي صلى وقت قبل المغرب مثلا بساعة، صلى إيه الجنازة؟ هيصليها على مذهبنا، مذهب الشافعية والحنابلة، مش على مذهبه. ما يبقاش على مذهبه. مش هيبقى على مذهبه. الأحاديث الكثيرة اللي هي وردت ترابيب الواحد بعد صلاة الصبح يجلس الله. ايوه هل يبني المصلى يعني ما يتحركش ولا ممكن يعني؟ لا يتحرك، يعني في مكان مصلى، يعني في المكان في حيز المسجد نفسه. يعني لو كان مثلا ما يضرش، ما يضرش. وحب يخش يتوضى ويرجع تاني ما يجراش يعني. ايوه. لا سبب سابق عليا وهو دخول المسجد. لا سابق. لانه داخل سبب سابق فتصليها في وقت الكراهة. ايوه ايوه ما احنا لسه بنقول
لا لا، يأثم هنا فاعله، بالرغم ان الحكم ان الصلاة كراهة التنزيه للتلبس بعبادة فاسدة، لأنها لا تنعقد بالإجماع، فهو داخل في عبادة فاسدة من الأول واستمر فيها فيأثم في المسألة دي، بس كراهة التنزيه مطلقا لا يأثم إن فعلها، ولكن يفوت أجر تركها. واضح؟ إلا على الوجه اللي بيقول إن الصلاة في وقت الكراهة كراهة التنزيه يأثم، لا لكونه فعل كراهة التنزيه، لكن لكونه تلبس بعبادة فاسدة. أيوه، لأن الحرمة مش جاية لكراهة التنزيه، الحرمة جاية لتلبسه بعبادة فاسدة. لكن على القول بأنها كراهة تحريم يأثم من جهتين زي ما قلنا في الأول. الاستمرار في العبادة الفاسدة حرام إلا في الحج، واخد بالك؟ لابد أن يستمر في فاسده وعليه دم والإعادة والحج في مقابل. هناخدها في الحج بقى. ليه؟ لشدة علقة الإحرام، لأنه ما يقدرش يفك الإحرام بمجرد فساد الحج، لابد أن هو يكمل نظام معين، له سياق معين عشان يفك الإحرام. واضح؟ يعني حتى لو فسد حجه يقول له استمر في حجك الفاسد، وهو عارف انه فاسد، واخد بالك، وعليه دم لفساد الحج، وعليه ايضا ان يحج من قابل على الفور، ما يبقاش على التراخي بقى. ها؟ والعمره كذلك يستمر في فاسده. حتى لو امراه وعليها دم حيض او كذا، لا، امرأة نزل عليها الحيض وهي محرمة ما فسدتش عمرتها، تنتظر لما تطهر وتحلق وتطوف وتسعى، ما فسدتش عمرتها. احنا بنتكلم فاسد يعني أحرم وقبل الطواف وقع زوجته. تطهر بعدها بأربع خمس أيام، تقعد محرمة أربع خمس أيام 10 أيام، تكمل مثلا وهي بتطوف، وبعد كده تطوف وتسعى وتحل. بس الحيض ما يفسدش العمرة ولا الحج، يمنعها من الطواف فقط. تكمل مثلا يعني. ايوه ايوه. هنيجي الحاجات دي نقولها بعدين. وكذلك الصوم كمان يعني استمرار في العباده الفاسده حرام على حتى الصوم. ما يستمرش في عباده فاسده. كذلك الصوم؟ ايوه. لا يستمر في عباده فاسده. يعني لو امراه حاضت في اثناء نهار رمضان وجب عليها الفطر، فان استمرت في صيامها تأثم. ولو بالنية تفطر، ولو بالنية يعني تقطع صيامها، مش شرط تشرب، تنوي قطع الصيام. واضح؟ لكن لو قالت خلاص ده تفضل على المغرب نص ساعة بقى بجملة تكمل، يبقى هنا استمرت في عبادة فاسدة فتأثم، لأنه فيها تلاعب بالأحكام. لا يا أستاذ، ما ينفعش، أصل لا يتنصف الصيام، لا يتنصف. هي بتكمل الفاسد، المكلف يكمل الفاسد في الحج والعمرة لشدة علقة الإحرام، لا يستطيع أنه يحله إلا ببروتوكولات معينة. فهمتني إزاي؟ الصلاة مجرد انتقد وضوءك اخرج منه. فهمتني إزاي؟ لكن لا، إن أنا بقيت محرم ما أعرفش أفك إحرامي إلا لما أخلص حاجات معينة. فهمتني؟ يعني لو واحد جامع زوجته قبل طواف العمرة فسدت العمرة وعليه جمل، يذبح جمل ويطوف ويسعى علشان يحلق وعشان يفك إحرام، تبقى عمرته فاسدة، وعليه جمل وهيطوف ويسعى، وعليه يعمل عمرة في الحال بعد كده بدل اللي أفسده. فهمت؟ عمرة تطوع، هو بيعملها تطوع عليه، حتى ولو تطوع لأنه أفسدها صارت واجب عليه الإعادة. يعني الحج والعمرة له شروط مختلفة عن الإيه؟ عن باقي العبادات. هناخدها في الإيه؟ في أبواب الحج. عدينا بس الأمثلة دي، لما يجي الحج بقى والعمرة ما نتنقلش بقى ونقعد إحنا في الحج والعمرة. سنة الصبح. سنة الصبح اللي جه صلى على طول، ما تتصلى سنة الصبح في وقت الكراهة على مذهب الشافعي، لأن لها سبب سابق. والعصر. وبرضه سنة الظهر البعدية، لو فاتته وصلى العصر يصليها بعد العصر، لها سبب سابق. شوف سهلة، احنا قايلين اللي ليه سبب سابق. سنة العصر برضه لها سبب سابق، برضه ممكن اصليها. ممكن تصليها بعد العصر.
على مذهب الشافعية. واضح؟ النبي قال كده تعبدية، السبب تعبدي يعني غير معلومة الحكمة. وبعضهم قال إن في هذه الأوقات عباد الكواكب لهم عبادات خاصة فلا نشتبه معهم في نفس أوقات عبادته. واضح؟ اللي بيعبدوا الشمس بيعبدوا القمر، يستنوا طلوع الشمس ويسجدوا، يستنوا غروب الشمس ويسجدوا وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتشبه به. لا يعني ممكن تقول حكمة مش علة. لا دي حكمة، حكمة يعني حتى لو كل عباد الشمس انقرضوا على وجه الأرض يفضل ده وقت كرامة. فهم؟ فصل. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي، المصنف اللي هو ابن أبي شجاع، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. صلاة الجماعة فرض عين على القادر عند الحنابلة، عند على القادر المكلف الذكر. ده الحنابلة عندهم فرض عين، يعني أي واحد مكلف ورجل متعين عليه يحضر الجماعة في المسجد، ولو ما حضرهاش في المسجد يأثم. عند الشافعية وقول عند الأحناف وكذا عند الحنابلة عند المالكية أنها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. والراجح عند المالكية وكذلك قول عند الأحناف، وهو الذي رجحه الإمام الرافعي في مذهب الشافعية وكذا أبي شجاع أنها سنة مؤكدة. واضح؟ سهل المسألة. يبقى عندنا ثلاث مذاهب في صلاة الجماعة، فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة. واضح؟ سهلة؟ الإمام النووي رجح أنها فرض كفاية، ده من الشافعية، وده اللي عليه المعتمد على فكرة، والبيجوري عنده أن هو ده المعتمد. واضح؟ انها فرض كفاية، فيأثم ان تعارف اهل حي بتركها، يأثموا كلهم. فان صلى في الحي مجموعة سقط الاسم عن الكل. واضح؟ وفي قول تاني عند الشافعية انها سنة مؤكدة. ويدرك المأموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة، قايل لك هنا طبعا غير الجمعة، لأن الجمعة فرض عين على اللي تتوفر فيه شروط الجمعة اللي احنا قلناها قبل كده. ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. يبقى عشان تدرك الجماعة لازم تدرك الإمام وتكبر تكبيرة الإحرام قبل ما يسلم التسليمة الأولى، ولو ما قعدتش معاه مش مشكلة. افرض انت نويت التسليمة الاولى، يعني قلت ايه، نويت صلاة فرض الظهر، الله اكبر مقتديا يعني، الله اكبر، ام قال السلام عليكم ملحقش تقعد، تبقى ادركت الجماعة. كمل ركعتين ولا اربعة؟ احنا مش بنتكلم على الجمعة، احنا بنتكلم على الصلاة العادية، احنا بنتكلم على الصلوات غير الجمعة. صلوات غير الجمعة تدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام قبل تسليمته الأولى ولو لم تقعد معه. واضح؟ طب الجمعة لابد أن تدرك معه ركعة عشان تبقى أدركت الجمعة، يعني تدركه بتكبيرة الإحرام قبل الرفع من الركوع، لأن عشان تدرك ركعة مع الإمام لابد تركع مع الركعة الثانية، ركوع الركعة الثانية. فلو أدركت الإمام عندما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية في الجمعة، هتنوي جمعة وتقوم تجيب أربعة وتقوم تجيب دور. ده عند الشافعية. عند الحناف تدرك الجمعة ولو أدركت الإمام جالسا في التشهد قبل التسليمة الأولى، فتنوي جمعة وتجيب ركعتين. واضح؟ عند مين؟ سترهم الله، لأن ستروا جهل ناس كتير بالمذهب،
في ناس بتخش لصلاة الجمعة تنوي الإمام يكون رفع من الركعة الثانية، من ركوع الركعة الثانية ويكمل ركعتين، دي صلاة جمعة عند الأحناف صح، ما تقولوش عيد يا شافعي، ما تقولوش عيد، اتقي الله. واضح؟ يبقى الأحناف وستروا ناس كتير جزاهم الله عنا خير، لكن الشافعي وكذا المالكي لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، وإدراك الركعة بإدراك الركوع عند الفقهاء، وعند المحدثين بإدراك الفاتحة. فهمت المسألة؟ أنا عارف مثلا واحد بيصلي دوت، أنا عارفه تبع مذهب الشافعي، صلى ركعتين، إذا صحت صلاته على مذهب ما يعيدش، إلا لو هو عايز يلتزم بمذهب وعنده الدليل قوي عنده يبقى عليه أن يعيد أو يكمل أربع ركعات، يعني لما الإمام يسلم يروح جايب أربع ركعات، ما يجيبش إيه؟ ما يجيبش ركعتين. واضح؟ لأن هو شايف إن مذهبه دليله أحوط. مذهبه دليله أحوط، ليه؟ لأن هو عايز جمعة تسقط الظهر. فهمت؟ ده إنه هيسقط فرض عنه تاني. فعايز يجيب صلاة جمعة تبقى متفق عليها بالإجماع. فلو هو ما أدركش ركعة كاملة دي جمعة غير متفق عليها بالإجماع، فكيف يسقط الظهر وهو ما فرض عليه بالإجماع؟ واضح؟ فيبقى الأحوط يجيب ظهر. فهمت المسألة؟ أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، طبعا فرض عين على البالغ الحر المقيم الصحيح، مش كده برضه؟ الصحيح يعني غير المريض، والحر يعني غير الرقيق، والمقيم يعني غير المسافر، كده برضه، والبالغ يعني غير البالغ يعني غير الصبي، كده برضه، والذكر الذكورة طبعا. ولا تحصل بأقل من ركعة، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام. عند الشافعية كده، لو ما نويتش الاقتداء ما تاخدش ثواب الجماعة، يعني تقول نويت صلاة فرض الظهر مقتديا، الله أكبر، الشرط تتلفظ بس تنوي الاقتداء بقلبك، واخد بالك؟ لكن لو ما نويتش الاقتداء وقلت نويت صلاة فرض الظهر واقف في الصف الله أكبر، تاخد ثواب الجماعة عند الملكية، لأن الملكية يكتفوا بالاقتداء بقرينة الحال، بقرينة الحال. واضح؟ لكن الشافعية لا، الشافعية لازم تنوي الاقتداء، فاللي فاتك خليه على الملكية عشان ما تزعلش تقول يعني احنا ضيعنا عمرنا. ما ضيعتش عمرك ولا حاجة، الإمام مالك مريحك يا سيدي، وكذا الايه الأحناف. ايوه، تقول مقتديا او تقول جماعة، انت بتسمع بعض العوام اللي هم اتعلموا الفقه من اجدادهم، ما راحوش الازهر بس خدوا من جده، خدوا من ابوه، وابوه خدوا من جده، وجده خدوا من جده، ايام ما كان الازهريه هم اللي بيعلموا الناس، وكان كل اي واحد متعلم في اي اسره كان زمان لازم يبقى ازهري، لازم يكون عدى، لان ما كانش في مدارس اخرى. فهمت؟ فكانوا معلمين الناس كده. يعني انا كنت اشوف جدتي وانا طفل صغير اما تصلي جماعه تقول ايه نويت صلاة فرض الظهر جماعة، الله أكبر، واخد بالك؟ وجدي كان يقول مقتديا، بدل ما يقول جماعة يقول مقتديا، ماشي، يعني كانوا متعلمين فاهمين. على أي حال ده مذهب الشافعية، لابد أنك أنت تنوي الاقتداء حتى تأخد ثواب الجماعة. واضح؟ ان يستحضروا عند تكبيرة الاحرام، لان وقت النية عند تكبيرة الاحرام مش عند الخروج من بيته. عند الخروج من بيته ده قصد، ده عزم وليس نية شرعية. ارجع تاني اول درس النية، مش قلنا ليها وقت، وان وقت النية عند بدء اول الفرض غالبا، واول الفرض في الصلاة تكبيرة الاحرام، مش وقتها وهو بيتوضى، ولا وهو ماشي في الشارع، ولا هو داخل الجامع، مش كده برضه؟ وقتها عند تكبيره الاحرام، فلازم يستحضرها مع تكبيره الاحرام. هي دي جزئيه طبعا احضرني هنا مولانا، ان في بعض الناس لا يرضون على الامام، يعني دخل جامع
ولا يرجع عن الإمام دوت إن هو يصلي وراه، دي ممكن الاقتداء. لو لا لو لا يرجع إن يصلي وراه يكون الإمام دوت إنه بيرى عيب في مذهبه أو عيب في، يعني هو مش هينوي الاقتداء بيه خلاص، يبقى مش هياخد ثواب الجماعة. لكن لو أنا داخل ومتعود أصلي ولا الشيخ خلاص خلي طريقتك دي ملكية، ما تزعلش، أنا بشرح لك المذهب الشافعي، ما تعترضش على الشافعية. انت الطريقه اللي عملتها دي بنقول لك الملكيه يجيزوها، بتجادل ليه؟ احنا بنفهمك المذهب بقى الشافعي، المذهب الشافعي لابد ينوي الاقتداء مع تكبيره الاحرام. اللي ما بينويش الاقتداء صلاته صحيحه ان شاء الله على مذهب الملكيه. احنا بطلنا صلاه ناس؟ ابطلناها؟ ما ابطلناهاش. زعلان ليه؟ بتجادلني ليه؟ لا تجادلني، افهم المذهب الاول. مذهب الشافعي عندهم الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. ما نواش اقتداء وقت تكبيرة الإحرام ما ياخدش ثواب الاقتداء. واضح؟ والإمام لو ما نواش الإمامة ما ياخدش ثواب الإمامة، الزائد على ثواب الجماعة. كمان عند الشافعية كده في غير الجمعة، ولو لم ينوي الجماعة في غير الجمعة تبطل الجمعة فيه والمضموم، لأن الجمعة لا تجوز إلا جماعة. كل دي تفاصيل مذهب الشافعية. فهمتني بقى إزاي؟ اتعلم المذهب الأول، لأن عند الشافعية عندهم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، اللي نويته هو اللي هتاخده، اللي ما نويتوش مش هتاخده. واضح؟ والنية دي لها وقت، وقتها عند أول الفعل، أول الفرض اللي هو تكبيرة الإحرام. واضح الكلام؟ فعلشان كده أدي الكلام، إحنا ماشيين على قواعد منضبطة. يمكن بنقعدها الأول وبعدين نبتدي نطبقها في الفروع. طول ما احنا ماشيين قاعدين نطبقها في الفروع، خدت بالك؟ فاحنا قلنا ان النية لابد انك انت تنوي ما تأخذ ثوابه، ووقت النية ليس عند الخروج من المنزل، وليس عند المشي في الشارع، ولكن وقت النية عند تكبيرة الإحرام. واضح؟ فعلشان كده بيقول ويجب. يعني واجب يعني ايه؟ يعني مش مستحب، ده واجب. على المأموم ان ينوي الائتمام او الاقتداء بالإمام. ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر إن لم يعرفه، فإن عينه أخطأ. لو نويت الاقتداء خلف الشيخ يسر، الله أكبر، لأن الشيخ يسر ده بيصلي في الجامعة ده كل يوم، فهو نوى اسم الشيخ كمان في نيته، هو مش واجب تعيينه، لكن هو عين، هو اللي مناكف وعين، فاتضح وهو بيصلي ان ما كانش الشيخ يسر ولا بيصلي، ده اتضح ان هو اتاخر النهارده، ده الشيخ عبد الله، بطلت صلاته. واضح؟ لانه بيقتدي بما لم يعينه. واضح؟ ده عند الشافعيه، واخد بالك ازاي؟ عند غيرهم ياثم وتصح صلاته، لكن ياثم ليه؟ لأنه عين ما لم يطلب تعيينه. فهمتني ازاي؟ بس هو أصلا غير مطلوب تعيين الإمام في أي مذهب من المذاهب ولا الشافعية، لكن هو اتلامد وعين، يبقى يتحمل مسؤولية تعيينه. لكن لو قال نويت صلاة الظهر خلف الشيخ يسري اللي هو ده، الله أكبر، وقصد اللي واقف فاتضح غيره، تصح لأنه أشار إلى الموجود. واضح؟ لكن أنا ما بقولكش تعين الشيخ أصلا، لكن احنا بنتكلم واحد اتلامد وعمل كده. واضح؟ وجاب يسألك يقولك يا عم الشيخ أنا صليت الظهر خلف الشيخ يسري، ونويت إن أنا بصلي خلف الشيخ يسري مع تكبيرة الإحرام، وبعدين بعد كده اتضح إنه الشيخ عبد الله، ايه رايك في الصلاه دي يا عم الشيخ؟ تقول له عيد الصلاه ولا تعين الامام مره اخرى، تفهمه كده. ادي المساله، يبقى انت بتفهم المساله دي من اجل الفتوى لا من اجل العمل بها. استنى بس اما اخلص حاجه حاجه، اصبر عليا نخلص الباب ده وأيد السؤال عندك في ورقة. أصل الفقه بيفتح للنفس أوي الأسئلة، عشان كده في مشايخ كتير ما يقدروش يشرحوا فقه للناس، عشان بيرهقوهم من كثرة الأسئلة. يدي سيرة، يدي
وعظ وارشاد يبقى قاعد كده مبسوط، انما اول ما بتاع بيزنقوا الشيخ بقى واسئله ورا بعضها. ها؟ فربنا يقوينا، الظاهر هنوصل سن معين نبطل. ربنا يكرمك. فإن عينه يبقى يكفي الاقتداء بالحضر وخلاص، كويس؟ فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه الإشارة. لو أشار خلاص مش مشكلة. كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا فتصح، لأنه قال هذا. واضح؟ طيب لو أخطأ في عدد الركعات، تحديد عدد الركعات مش مطلوب على فكرة. تقول فرض الظهر، نويت صلاة فرض الظهر وخلاص، مش مطلوب تحدد عدد الركعات لأن الظهر معروف أربعة، بس كده برضو مش مطلوب تحديد الركعات. طب افرض هو حدد الركعات وأخطأ، بطلت صلاة. واضح؟ كذلك يعني قال نويت صلاة فرض الظهر ثلاث ركعات مقتديا، الله أكبر، نقول له صلاتك بطل. ايه اللي خلاك تقول ثلاثة واربعة وخمسة؟ انت مالك انت؟ فهمت؟ مش مطلوب تحديد العدد، يكفي تقول فرض الظهر. فلو حددت العدد لابد يبقى صح. أربع ركعات أربع ركعات، ثلاث ركعات تبقى ثلاث ركعات، ركعتين تبقى ركعتين. لو أخطأ تبطل صلاته، ونص عليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر. الخطأ في تحديد عدد الركعات. أيوه. شوف بقى هيرجعني الاسبوع اللي فات، اشهدوا عليه. تاخد درس الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي متسجل قعدنا فيه ساعه ونص، تاخد تسجيل درس الماضي خلاص ان شاء الله. وبعدين اخر الدرس واحنا ماشيين ابقى اجاوب لك على السؤال ده واحنا ماشيين. فخلينا الاسئله في الحته اللي احنا ايه بنتكلم فيها. فإن عينه وأخطأ بطل الصلاة إلا إن انضمت إليه إشارة كقول نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا فتصح دون الإمام. الإمام ما يشترطش عليه ينوي الإمامة عشان تصح إمامته، لكن يشترط أن ينوي الإمامة عشان ياخد الثواب. واضح؟ يعني أنت ممكن تأتم بإمام لا يدرك أنك مؤتم به وتبقى صلاة جماعة صحيحة. فهمتني ازاي؟ لكن الإمام ما خدش ثواب الإمام، لكن الاقتداء به صحيح. يعني أول ما حد يجي لي في الركعة الثانية ورايا مثلا، ما لم تكن صلاة جمعة لابد الإمام ينوي الإمامة. فهمتني بقى الجمعة؟ ليه؟ لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة. فهمت بقى المسألة؟ عند دخولي معايا قالوا الإمامة ساعتها. لو ادركته انت وشعرت بيه، افرض هو نوى من وراك من عند باب الجامع وانت بتصلي عند القبلة، ما ادركتش، ما تاخدش ثواب الامامة، هو اقتداؤه بك صحيح وياخذ ثواب الجماعة بلا تضعيف لطول المسافة بينه وبين الامام. لان خد بالك يمنع من التضعيف في الجماعة ان تكون المسافة بين الامام والمأموم اكثر من ثلاثة اذرع، ودي بيقع فيها كتير في الايه؟ في المساجد، ساعات الامام يبقى متقدم قوي والصف الاولاني بعديه بحوالي 3 متر 4 متر. هنا صلاه الجماعه دي صحيحه لكن بلا تضعيف. واخد بالك؟ يبقى علشان ياخد ثواب التضعيف في الجماعه لابد من مراعاه ان تكون المسافه بينه وبين الامام 3 أذرع في الصف الاول. دي حاجه، الحاجه الثانيه ألا يساوي الإمام ولا يسبقه وألا ينفرد في الصف خلف الإمام، نص عليها كثير من العلماء. واخد بالك ازاي؟ وإلا هياخد ثواب الجماعة بلا تضعيف. يعني أنت جيت دخلت الجامع في فرجة في الصف الأول، فأنت رحت عملت الصف الثاني وفي فرجة في الصف الأول، تاخد ثواب الجماعة لكن بلا تضعيف، لأن في فرجة في الصف الأول، أنشأت صفا والصف الأول لم يكتمل. واضح؟ ودي بتحصل كتير بقى كل يوم. فيبقى ناخد بالنا من إنك أنت عشان تحصل ثواب الجماعة المضاعف اللي هي 27 درجة، في فرق بين صحة الجماعة والاقتداء، وفي فرق بين إنه أخذ ثواب التضعيف.
فقد تصح الجماعة بلا ثواب الجماعة. واضح؟ زي ائتم بإمام في المسجد وبينه وبين الإمام 300 ذراع، حدها كده 300 ذراع يعني 150 متر، بحيث انه شايف الإمام وحركاته وبيقدر يأتم به، يقول لك ياخد ثواب الجماعة بلا تضعيف لطول المسافة بينه وبين الإمام، لكن ياخد ثواب الجماعة. واضح؟ لا، 300 ذراع والذراع حوالي 40 سنتي ل 50 سنتي، اعتبره نص متر. لكن هنقول لك الذراع بالتحديد بعد كده عبارة عن ثلاثة أقدام. الذراع قدمين، الذراع قدمين، والقدم 12 أصبع مستعرضة، ويبقى الذراع 24 صباع، أربع والصباع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرزو البغل. فروح بقى أنت بتاع الشعير، هات ست شعرات حطهم جنب بعضهم، وبعدين اضرب الست شعرات ده، واخد بالك، في 24 عشان تعرف الزراعة، في 300 عشان تعرف 300 زراعة دي سهلة، هتطلع حوالي 120-130 متر تقريبا. أيوه، ما هو اذا امتدت الصفوف خلاص، اذا امتدت الصفوف خلاص، احنا بنتكلم لو بينك وبينه الفراغ، او في صفوف هناك ورا الامام، وبعدين انا بصلي خلف خالص وبيني وبين الصفوف اخر صف فراغ، يصح الاقتداء لكن بغير تضعيف. فهمت؟ العوام لازم يعرفوا كده، لان ساعات يخش يروح ناوي جنب الراجل بتاع الجزم عشان يدرك الركعه، مش دي بتحصل؟ زي في الازهر الشريف مثلا، في سيدنا الحسين، مساجد طويله، يقول لك ما على ما يوصل هناك يكون الراجل خلص ركعتين كمان. لا، اما يخلص ركعتين كمان وتدرك معاه ركعه مع ثواب الجماعه بالتضعيف، احسن من انك تدرك معاه ثلاث اربع ركعات وتاخد ثواب الجماعه بلا تضعيف. فلو عرف العام كده ما يكسلش، يمشي لحد ما يكمل الصفوف. فهمت؟ لكن هو العام متصور انه بمجرد انه ركع ونوى الاقتداء خد ثواب الجماعه المضاعف، لا، لا ياخذ التضعيف الا من راعى الاداب. واضح؟ انه لا يكمل، لا ينشئ صف الا بعد اكتمال الصف، انه يسد الفرجه، تبقى الصفوف مترصه كويس معتدله، ما يبقاش فيها وجاج، ما تبقاش فيها فرج، وتكون متقاربه، ويكون الإمام الإمام أول صف خلف الإمام ثلاثة أذرع، والمسافة بين كل صف وصف ثلاثة أذرع كالمسافة بين الإمام وأول صف. بمراعاة هذه الشروط كلها يقوم الناس ياخدوا ثواب إيه؟ التضعيف مع ثواب الجماعة. وعدم مساواة الإمام، مساواة الإمام تمنع التضعيف. يركع يلاقيه راكع مع الإمام، الإمام يرفع يروح رافع معاه، ده ياخد ثواب الجماعة بلا تضعيف، يسبق الإمام كمان. الإمام حركته بطيئة شوية يقول الله أكبر، وعلى ما يوصل للأرض، أنت بقى شباب حركتك سريعة، توصل الأرض قبل، تاخد ثواب الجماعة بلا تضعيف، لكن لا تبطل الجماعة. كل الحاجات دي لازم تراعيها. ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر إن لم يعرفه، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته، إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبنى عمرا فتصح. دون الإمام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة، بل هي مستحبة في حقه، فإن لم ينوي الإمام يعني فصلاته فرادة. يعني الإمام لما نواش الإمامة تبقى صلاته فرض، واللي وراه ياخد صلاة جماعة. واضح؟ كل امرئ بما نوى، مش كده برضو حديث النبي قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده الموفق هو اللي يرزق النية في كل الأعمال بقى، مش في الصلاة بس. يعني هو رايح يزور قرايبه ينوي صلاة الرحم، مش كده برضو؟ هو رايح مثلا يزور أبوه ينوي إدخال السرور على قلبه، يقوم ياخد بر الوالدين، مش ينوي ان هو رايح ياخد منه فلوس وخلاص، لا، ينوي عباده حلوه. فهمتني ازاي؟ ما تبقاش الحكايه يعني وانت بتعمل اي عمل
شوف كده نية حلوة حضرها واشتغل بيها. إيه؟ في كذا نية للعمل. اجمع النوايا دي كلها، ده في بعض العلماء كان يجمع لك في العبادة الواحدة 70 نية. ده في بعض العلماء يقول لك كنت في عندما استجد ثوبا جديدا ألبسه 70 نية. ويقعد يعد لك بقى التجمل، واخد بالك، بإظهار نعمة الله علي وفضل الله، ونية ستر العورة، ونية أخذ الزينة للصلاة، واخد بالك، ونية وأما بنعمة ربك فحدث، وبنية كمان أن يتعرف علي الفقراء إن أنا رجل غني يوم يحتك بي أتصدق عليه، نوايا كثيرة له. واخد بالك، يتعلم، علشان كده طلب العلم مهم. نية خلاص، ما هو كل واحد على قد بقى علمه، علشان كده العالم ياخد ثواب كبير بعبادات بسيطة، والجاهل ياخد ثواب أقل بعبادات كثيرة، للنقص في النية، وده الفرق. ويرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كلما تعلمت النية كلما كنت موفقا. هي دي الحكاية. حتى وانت يعني، أنا هنا مش طبيب أهو، الحمد لله أنا ربنا رزقني النية منذ أن مارست مهنتي، وأنا بروح أمر على المرضى بنوع عيادة المريض والنصح للمسلمين وتخفيف الألام وتفريد الكرب كل يوم. فهمتني ازاي؟ بالرغم انها وظيفتي، بس انا حولتها لعباده. ده اللي بيعود مريض الصبح مره يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، مريض واحد. يعني يقول له السلام عليكم، ازاي حالك؟ الحمد لله كويس النهارده؟ طب سلام عليكم، يستغفر له 70,000 ملك. فما بالك الطبيب يمر عليه ويسمع شكوته ويكتب له علاج ويطبطب عليه ويتابع حالته. ده اكتر بقى من عياده المريض كمان، بس ينوي. انما الطبيب اللي هو قاعد يمر على المرضى بحكم انها مهنه واحنا كفرانين وتعبانين وبيقبضونا ملاليم ومش عارف ايه، وماشي كده بأنب نفسه ويتامر على العيانين وكاره نفسه من مهنته، وجاتنا نيلك حظنا الهباب، انا لو كنت دخلت كليه تانية كان زماني عملت وعملت. في اطباء كده زمايلي وعارفهم، ده مسكين عايش الحياه المره بدون ما ياخد ثواب في الاخر. لكن انت لما تحول حياتك، شوف ايه، كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، خلي كل حاجه وانت بتتزوج تنوي اعفاف الزوجه وعفه نفسك وانشاء اسره مسلمه وتربيه الاولاد، تنوي الحاجات دي كلها نوايا جميله. فين وهكذا كل حاجه، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتلبس وانت بتتكلم مع صديقك، ادخال السرور على قلب مسلم. وانت قاعد بتتكلم مع صاحبك وتهزر معاه كده عشان يضحك، مش عشان بقى تستظرف وتبقى دمك خفيف، لا، ده انا بعمل كده علشان ادخال السرور على قلب مسلم، لان ادخال السرور على قلب المسلم ده من العبادات الكبيره. وهكذا بقى تبقى حياتك كلها سلسله من العبادات. فهمت ازاي؟ فاللي يرزق النيه يبقى موفق، هي دي المساله. وانت خارج لطلب الرزق، مش تقول ده احنا كفرانين طول النهار احنا عارفين نعيش، لا، انوي بقى استعي لطلب الرزق الحلال، تبقى في سبيل الله حتى ترجع. وانت رايح الكليه، يبقى لمن خرج في طلب العلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فتعرف انك انت طالع المدرسه وترايح الكليه، ده انت في سبيل الله. تقوم تقعد في الفصل مؤدب تسمع الشرح كويس، انما العيال كمان النيه دي غايبه عنه، يقوم ايه يغلس على المدرس ويهزر مع العيال، والحكايه كلها بقت ملخبطه. والمدرس نفسه مش ناوي يعلم الناس علشان يعني يعلمهم، لا، ده بيعلم الناس عشان الناظر ما يخصملوش، وحاجات كده ملخبطه بقى، لخبطنا النوايا. فالاحسن الواحد ايه، يعمل العمل لله، سواء هناك من يراقبه او من لا يراقبه، يعمله لله ويتقن صنعته، لان الاتقان عباده. حتى ولو ما فيش رقيب من الخارج، يكفي رقابه الله. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى الراجل السباك اللي عليه يصلح العافية بإتقان وهو قاعد لوحده بيعبد ربنا لأنه بيتقنه. فهمت ازاي؟ يقول في ناس متصورة إنه طالما هياخد أجر يبقى ما بقتش عبادة ملوش ثواب، لا. أجر ده أجر الوقت. لكن الإتقان ده عبادة، ثواب عند الله. واضح؟ فالحاجات دي كلها لازم الواحد ياخدها، يقوم يعيش حياته مستريح، مبسوط، فرحان بإن ربنا جعله في هذا المجال. يوم يتقن فيه ويبرع فيه، لأنه في عبادة برضه، مش كله زهقان من كله. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، يجوز إمامة الكامل بالناقص.
يعني يجوز أن يأتم السليم بالمريض والقائم بالقاعد والحر بالعبد والعبد بالحر. واضح؟ القائم بالقاعد طبعا عند الشافعية عند المالكية لا، المريض ما يئمش الناس، لو مريض وقاعد ما يئمش الناس، يصلي مأموم. عند المالكية كده يشترط في الإمام أن يكون صلاته كاملة. واضح؟ طب ما النبي أم الناس قاعدا، وسيدنا أبو بكر قال لك دي خاصة بالنبي، بقى الإمام مالك قال لك دي خصوصية بالنبي، لأن صلاة النبي وهو قاعد أكمل من صلاة غيره وهو كان وهو واقف. ده النبي لا يقاس عليه، ده رأي مين؟ الملكية. لكن الشافعي عندهم استدلوا بأن النبي صلى قاعدا والناس من قيام، فدل على جواز صلاة القاعد بالقائم والقائم بالقاعد، فلا بأس. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. البالغ اللي هو وصل التكليف، والمراهق اللي هو قرب على التكليف لكنه مميز. واضح؟ إذا أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. صبي عنده 10 سنين كده لسه ما بلغش، قصدي صبي عنده 4 سنين يعني أو 3 سنين، في عيال 4 سنين مميز ده ينفع يصلي الجمعة كمان بالناس ويخطب الجمعة كمان. إذا كان 4 سنين 5 سنين حافظ القرآن كويس وعارف الجمل ومحفظه حلو، يقف كده ويخطب للناس الجمعة ينفع لأنه مميز. لكن لو غير مميز لا يجوز الاقتداء به مطلقا، ولا تصح قدوة رجل بامرأة أصلا. يعني ما ينفعش تيجي امرأة تخطب الجمعة وتصلي بالجمعة زي ما عايزين يعملوا دين أمريكاني في أمريكا، وعملوها في كم جامع كده يقول لك عملناه وجربناه ونفعت. اشمعنى ما نفعتش عندكم؟ يعني متصورين إن هيطلع عفريت من المنبر يقعدها مثلا؟ هو مش هيطلع عفريت من المنبر يقعدها، واخد بالك؟ هي نفعت في الظاهر قدامك، لو ما نفعتش عند رب العالمين. زي واحد ايه بيقول للشيخ هو ينفع اصلي من غير وضوء يا عم الشيخ؟ قال له لا ما ينفعش، قال له انا جربتها ونفعت. فما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، ده نكت، دي اسمها نكت كده مش فقه بقى ولا دين. تبقى اقوال شاذة تقال من اجل ان الا نفعل بها، لان الامة تركتها وهجرتها منذ قرون. يبقى ليس كل، خصوصا ان الاقوال اللي نسبت لاصحاب المذاهب غير المدونه غير موثوق فيها. وانت عارف كده وانت راجل ازهري وعارف مذهب سيدنا ابي ثور لم يدون. فلما يجي واحد يقول قال ابو ثور، طب فين اسنادك لابي ثور؟ ايه اللي صدقني ان ابو ثور قال كده اصلا؟ فهمتني ازاي؟ فيبقى ده مذهب يعني غير مدون وقول شاذ يخالف اجماع المسلمين. فاذا قيل في كتب الفقه يقال حتى تحترز منه لا لتعمل به. واضح؟ فليس كل كلام مكتوب يتعامل به. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا كمان رجل بخنثى، مشكل، ولا خنثى مشكل، بامرأة ولا مشكل. لأن الخنثى المشكل لو اقتدى بامرأة ربما يطلع هو كان ذكر. محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل، لما ينفعش يصلي بامرأة يعني مقتديا بامرأة. ولا كمان يصلي بخنثى مشكل، مقتديا بخنثى مشكل مثله، لأن ربما يطلع الخنثى المشكل اللي افترى به امرأة يطلعش رجل. فهمت بقى؟ ولا قارئ بأمي، القارئ اللي هو من يحسن الفاتحة، يعني لا يصح اقتداءه بأمي وهو من يخل بحرف أو تشديد من الفتح. الفتحة فيها تشديدات معينة وفيها مدود وفيها، فلا بد انها تقرأ صح، اللي يقرأها صح اسمه قارئ عند الشافعي. طالما بيقرأ الفتحة صح مش شرط يبقى حافظ القرآن كله، اسمه قارئ بيقرأها صح، يصح انك انت تصلي خلفه ولو كنت انت شيخ المقارئ المصري، تصلي خلف من يحسن قراءة الفاتحة ولو ما يعرفش من القرآن الا الفتح. واضح؟ تصح امامته. طيب اللي يحسن قراءة الفتحة، لكن اللي ما بيحسنش قراءة الفتحة بيجي يقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، فين الشدة؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين، فهو لك إياك، هذا كده صلاته بطلة. طب صلاته تصح لنفسه لكن لا تصح لغيره. واضح؟ لأن الإياك هو الضوء، كأنه بيقول ضوءا نعبد وضوءا نستعين، الإياك هو الضوء. تنوي عدم الاقتداء، خلاص تنوي تنوي المفارقة في الحال.
وانت في صلاتك زي ما انت نويت خلفه، فاتضح ان هو في الفاتحة بيقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت، قل له انعمت، ترد ورا يوم يعيدها تاني يقول انعمت. ده مش عارف الفرق بين تاء الخطاب وتاء اللي بقى امي ويغير، لان المفروض صراط الذين انعمت انت يا الله عليهم، لما انعمت يبقى انا اللي منعم، يغير المعنى. فلما تيجي تقول له انعمت هو يقول انعمت، وانت تردها تقول له انعمت فيردها تاني يقول لك انعمت، يبقى ده امي، ده مش عارف الفرق، تنوي المفارقه في الحال. ما كملش عشان الاختلاف، بعد كده طلعها تاني. ايه تنوي ايه؟ عشان ما اعملش فرقه في ما انت هتنوي المفارقه وانت في الصف، وانا بقول لك امشي، انا قلت لك امشي وكمل مع الحركات بتاعته يعني. ما تعملش مع الحركات بتاعته، صلي لوحدك، واخد بالك؟ ما تمثلش انك بتتبع، ليه تمثل؟ واضح؟ تنوي المفارقه. لو قال نعبد ما تضرش، لانها لا تغير المعنى، لا تغير المعنى. لكن لو قال مثلا ولا الضالين، فين شده الضاد وفين شده اللام؟ ضيعها، لازم الضال، لكن ما مدش مش مشكله، لانه الشده تعتبر محبين. ولا الضالين كده اقل مجزم، انما الاكمل يقول ولا الضالين، ست حركات مد، واخد بالك؟ الشافعيه قال لك عندك 13 شده في الفتحه، لو فات منها واحده ما قالهاش يبقى صلاته طبت، واخد بالك؟ وقعدوا يعدوها بقى من اول، بسم الله ادي شده، الرحمن شده الراء، الرحيم شده الراء، اياك اياك شدتين، الضالين شدتين هنا، قعدوا يعدوها كده كلمه كلمه، الحمد لله رب العالمين شده اللام، وهكذا قعدوا يعدوا كده، قال لك حوالي 13 شده في الفتحه، فما يفوتش ولا شده ولا يغلط غلط يغير المعنى. فلو أخطأ يبقى ده أمي، فلا يجوز القارئ اللي هو يجيل الفاتحة أن يصلي خلف أمي، وصلاة الأم بالأميين اللي زيه صحيحة، يعني هو لم نفسه هم وشوية جهلة كده وصلوا مع بعض، صلاتهم صحيحة وعليهم يتعلموا بعد كده، واضح؟ ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله وأي موضع صلى فيه المسجد، صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، يعني في المسجد، وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام بمشاهدة المأموم له وبمشاهدة بعض صف أجزائه، يبقى لابد أن يبقى في وسيلة اتصال بالإمام عشان يصح الاقتداء به، إما وسيلة الاتصال دي بالرؤية المباشرة أو برؤية الصفوف، لان انا شايف الصفوف اللي هي خلف الامام، فانا بعمل بحركه الصفوف اللي هي اصلا بتعمل بحركه الامام، لكن لا انا شايف الصفوف ولا شايف الامام وسامع صوت بس، زي الستات اللي بتصلي في بعض المساجد، يدخلوهم في حتت كده دهاليز ويدخلوهم اوضه ضلمه ويقولوا لهم صلوا خلف الامام، دي صلاه لا تصح. انا معلم بناتي وزوجتي من سنين، لو دخلوا مسجد من هذا النوع يأموا بعض وما يصلوش بصلاة الإمام، لأنهم مش شايفين. كان زمان المساجد بتاعة أجدادنا يعملوا شخشيخة للحريم، مش كده؟ لأن كانوا علماء، فكانوا يصلوا، والشخشيخة دي تلاقي إيه؟ فيها شبابيك كده أرابيسك، بحيث إن تقدر المرأة ترى الصفوف والإمام والتابع، فلو الإمام أخطأ مثلا في الصلاة سجد سجد التلاوة تبقى عارفة إنه بيسجد سجد التلاوة، لو الإمام نسي التشهد الأوسط ووقف تبقى عارفة إنه وقف، ما يبقاش الإمام وقف ونسي التشهد الأوسط وقاعدة تقرا التشهد الأوسط، وبعدين الإمام يقول الله أكبر يركع، لأنه ما كانش بيقرا التشهد وهي الله أكبر تقرا الفتحة، فجأة تلاقيه يقول سمع الله لمن حمده، تتلخبط، هي منتظرة يقول الله أكبر عشان يركع، فتلاقي إنها مش شايفة، فهمت إزاي؟ فانتشرت هذه المساجد بعد انتشار الجهل الوهابي. أيوه. ما عادي، ما كانش فيه ستارة. الستارة دي بدعة. الستارة دي أصلاً بدعة. فلو كان ولا بد تعمل ستارة تبقى تعمل استتارة مخرمة.
عشان يعرفوا يشوفوا الصفوف. عايز تشوف الستارة المخرمة روح صلي في مسجد الأشراف، عاملين لهم الستارة مخرمة عشان عارفين الأحكام إحنا الحمد لله، وعاملين لهم الحاجز مخرم الخشب. فلو عايز تشوف التطبيق العملي لهذا تروح مسجد الأشراف تعرف الدنيا ماشية إزاي. إنما تعمل ستارة كده سودة أهو كده أهو زي الستارة دي كده، والإمام بيصلي فوق والستات هنا، ولا دريانين الإمام بيعمل إيه ولا حاجة، وتقول لي يصح الابتداء؟ ده لا يصح الابتداء، واضح لا يصح الابتداء بالإمام، لكن يصلوا بقى جماعة منفصل تأمهم واحدة منهم، واضح؟ ها انت ابحث لي بقى كلهم ولا مش كلهم. لكن احنا كنا بنشوف مساجد المسلمين كلها اللي هي بتمثل مذاهب المسلمين كلها، ان الاماكن اللي بتصلى فيها الحريم لابد ليهم من اطلاع على على صحن المسجد، فكانوا يعملوا دور علوي كده يسموه شخشيخة الحريم، وكل المساجد القديمه يسموها شخشيخة الحريم حتى، مش كده برضه؟ او صندره الحريم، علشان يبقوا هم في مكان مرتفع شايفين الامام والصفوف، يقوموا يعرفوا يتابعوا، وفي نفس الوقت ما فيش حد بيصلي ويقعد يبص للستات كده. واخد بالك؟ لو عملت شاشة تنفع ما يجراش حاجة، تجوز على مذهب سيدنا أحمد الصديق الغماري اللي هي مونيتور، يعني تعمل كده شاشة تنقل، بس يخاف عليهم يقطع الكهرباء تقوم إيه يحصل المشكلة. لكن أجازها السيد أحمد الصديق الغماري، وأجاز حتى الصلاة خلف المذيع وخلف الإجماع. لكن على أي حال زي ما بقول لك إحنا نتكلم على الأحكام المستقرة الأول، وما ندورش على الآراء الشاذة دي، على آراء شاذة ده، على الآراء الشاذة. إحنا دلوقتي بنشرح الآراء المستقرة، الأحكام المستقرة، وليس في الآراء الفقه الشاذ، واضح؟ اللي هو شاذ فيه عن الإجماع. فهنا يقول لك إيه؟ وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض صف أجزأه، أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ما لم يتقدم عليه. الملكية يجيز التقدم على الإمام كمان، يعني ممكن يصلي أمام إمامه زي في الكعبة وزي في غيره في أي حتة، واخد بالك؟ لكن الشافعية لا، ما لم يتقدم عليه، فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاة ولا تضر مساواته لإمامه في الوقوف، يعني مساواته في الوقوف يحط قدمه بقدمه كده لا تضر، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا فيحط أطراف أصابعه عند عقب إمامه عند الشافعية أحسن كده، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يجوز حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. يبقى معنى أن صلاة المنفرد خلف الصف غير المكتمل لا يحوز فضيلة الجماعة. فهمت بقى المسألة؟ لكن المنفرد خلف الصف المكتمل يحوز فضيلة الجماعة. سهلة؟ وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، أي الإمام يعني في الشارع، يعني واقف على الرصيف خارج المسجد لكن باب المسجد مفتوح وشيء قدامه الإمام بتاعه فصل، يجوز، لكن ما يخش التضعيف، لكن يصح الاقتداء بلا تضعيف. خدت بالك؟ وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم إمتى بقى؟ لو امتدت الصفوف من المسجد لخارج المسجد في الشارع يبقى يصح الاقتداء ويأخذ التضعيف أيضا. فهمت إزاي؟ بسبب الزحام بقى. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، أي الإمام، بأن لم تزد مسافة ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، يبقى قالوا له للتقريب يعني وليست للتحديد، وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام، ولا حائل هناك، أي بين الإمام والمأموم، زي شارع مثلا، حائل شارع ترعة بحر ممر، يبقى اسمه حائل. أيوة. ما ينفعوش دول، ما ينفعش الابتداء،
إلا لو امتدت الصفوف لحد الشارع لحد باب العمارة، يبقى ساعتها ممكن. يعني احنا في الحج ساعات كنا ايه، الناس بتوصل لدرجة ان يصلي على سلم الفندق لان مع الحرم، لان الصفوف امتدت لحد باب الفندق، يبقى يصح لانه خلاص امتدت الصفوف. فهمت؟ اي ولا حائل هناك، اي بين الامام والمأموم، جاز الاقتداء به. وتعتبر المسافة المذكورة من اخر المسجد مش من الامام، من اخر المسجد 300 ذراع من اخر المسجد مش من الامام. وان كان الامام والمأموم في غير المسجد اما فضاء او بناء، فالشرط الا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، والا يكون بينهما حائل. والله تعالى اعلى واعلم. يلا 5 دقائق اسئلة وننهي ونقف على صلاة القصر المرة الجاية. ايوه. جاء رجل وجد الامام صلى الله عليه وسلم ينوي جاء رجل فوجد الإمام سلم من الصلاة، فهل ينشئ جماعة جديدة أفضل أم يصلي مؤتما بمسبوق؟ مش ده السؤال؟ أيهما أفضل؟ الأفضل ينشئ جماعة جديدة، خروجا من خلاف من لا يجيز هذه الصورة، لأن الخروج من الخلاف مستحب. سهلة؟ طيب إيه تاني؟ واحد واحد اهو صلى وحيدا منفردا، يا سيدي منفردا، هل كل نوايا صلوات العصر مثلا او الظهر لازم يذكر النيه؟ واحد ما ذكرش النيه لكن لازم ينوي فرضيه. يا سائلي عن شروط النيه، الفرض والتعيين، القصد والتعيين والفرضيه. يا سائلي عن شروط النيه، اسمع مني، يا سائلي عن شروط النيه، القصد والتعيين والفرضيه. القصد يعني اقول نويته، والتعيين أو الظهر، والفرضية أو الفرض الظهر، لازم الحاجات دي. ما زاد عن ذلك يستحب، إن أنا أقول أداء ولا قضاء، إن أنا أقول 4 ركعات، إن أنا أقول لله. فهمتني إزاي؟ دي بقى كل دي زيادة، لكنها ما مش شرط. إقامة إيه؟ يعني مثلا أنا أصلي لوحدي بعد الظهر، يعني فاتني جماعة، فأقيم ما النية وقتها وقت تكبيرة الإحرام يا ابني، مش مع إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أنت مشغول بذكر الإقامة، وقت النية هي عند تكبيرة الإحرام، خد بالك، لأن أنت ممكن تقيم الصلاة واحد يجي يسألك يقول لك الساعة كام؟ تقول له ده الساعة 9:30، يقول لك أنت تأخرت ليه عن الجماعة؟ تقول له والله أنا أصلي تأخرت في الشغل مع الرب، كلمت شوية. مش ممكن يحصل ولا يحصل؟ يبقى لازم النية تكون مع تكبيرة الإحرام، حيث انقطع الكلام مع خير مع غير الله. واضح؟ يبقى ده وقت النية بقى عشان تبقى جازمة. أيوه. واحد الإمام يسيب حاجة وقال نويته، لحظة واحدة، يعني هو إمام وقال نويته أداء تلفظ بغير تبطل الإمام؟ لو الإمام قال مأموما تبطل صلاته متلاعبا. ما يبقى حتى الخطأ يؤثر في بعض الأحيان، الخطأ يؤثر، ده يؤثر، ده خطأ يؤثر. يعني نوى الإمام وهو إمام واقف إمام، فقال نويت صلاة العشاء مقتديا، الله أكبر، هو واقف في الإمام مفيش قدامه إمام، يبقى ده لتلاعبه تبطل صلاته. لكن لو نويت صلاة فرض العشاء الله أكبر، لا قال مقتديا ولا جماعة ولا إمام ولا حاجة خالص، صحت إمامته ولا يأخذ ثواب الإمام ولا الجماعة، لكن صحت صلاته يقولوش عيدها. فهمت بقى؟ واضح؟ أيوه. إذا كان متسع جدا بحيث يصعب حصره، ضربوا مثال زي الأزهر، صعب إنك أنت تبص في كل رواق عشان تتأكد إن مفيش جماعة ولا مفيش، فطالما أنت بصيت كده هنا وكده ما لقيتش جماعة ونويت عملت جماعة، يصح. في المساجد المتسعة يجوز تعدد الجماعة في وقت واحد في المساجد المتسعة كالحرمين وكالأزهر الشريف في مصر، إنما لما يبقى مسجد محدود زي إحنا الحتة فيها دي فبتبص كده، فإن أنشأت جماعة وفي جماعة تبقى الجماعة الجديدة دي باطلة. واضح؟ يعني لو قام الإمام لخمسة ركعة 5 الظهر مثلا
اتناقشنا عليه. انت مش كنت معايا السنه اللي الاسبوع اللي فات؟ اه لا بس أنا مش عايزين حد يغيب بقى يا جماعه عشان لو من هموم برضه تابعوا بس ناسيا. خلاص يبقى لا حرج، مش انت بس ناسيا. اه خلاص رفع عن القلم عن الناسي، طالما ناسي زيه ما فيهاش حاجه. مش ناسي خلاص، هو ناسي والامام ناسي، وانت مالك يا ناسي؟ خلاص كلكم ناسيين مع بعض. النسيان عذر يعني. هي فرض ولا النية ركن من اركان الصلاة؟ ركن، تبطل الصلاة بلا نية. مرة واحد راجل سواق كان شغال في دار القضاء العالي، راجل نوبي كده لطيف يعني، فكرتني في حكاية الصلاة بلا نية دي. راجل نوبي كده الله يرحمه يعني، كان سواق خالي، كان خالي نائب رئيس محكمة النقض، هو اللي حكى لي القصة دي. فالراجل النوبي ده بيقول له تصدق يا محمد بيه، أنا رحت اشتغلت هناك في السعودية، وبعدين بصيت لقيت نفسي مش متوضي وقاعد على جبهة بالجامع، جالي راجل مطوع قال لي ادخل صلي ادخل صلي ادخل صلي. قلت له مش متوضي، قال له ادخل صلي ادخل صلي ويضربني. قال طب فين الميضة؟ قال له مفيش ميضة، ادخل صلي ادخل صلي. فبيقول لي لقيت نفسي داخل جوه الصلاة واقف جنب في الصف وانا مش متوضي يا محمد بيه، ورحت قلت نويت صلاة بلا نية على مذهب السعودية. الله ده كلام عم محمد النوبي. انا ايوه يا زين، انا شويه سؤال. لو انا في الجماعه وهدف الجماعه مصمم على هو ايه في الجماعه؟ استنى بس سؤال تاني بالراحه قول. قال هو كان في جامعتين. ايوه كويس. وانا في جامعه، كان في جامعه ثانيه. انا دلوقتي هقول لك الصوره اللي انت بتقولها. انا دلوقتي دخلت انا وواحد صديقي، بصينا كده بسرعه كده ما لقيناش جماعه، قلنا الله اكبر الله اكبر، اقمنا الصلاه دخلنا في الجماعه. فجاه واحنا جوه الصلاه بصينا لقينا واحد بيقول الله اكبر وناس وراه قتلوا بيصلوا ورا العمود. ساعتها بتخرج انت من الجماعة دي وتنوي الاقتداء بالامام الاول في مكانك. بس فهمت بقى؟ فخلاص هتكملوا انتوا بس في مكانك وتنوي الاقتداء بالامام الاول وانتهى. سهلة الحكاية. يلا. خطأ الامام في الامام يعني ايه؟ يعني ما يبطل صلاة الإمام يبطل صلاة المأموم، لأنه الإمام مؤتمن. أيوه. ما أنت مش هتعرفه أمي ولا قارئ، فأنت هتصلي خلفه بحسن النية بحسن الظن. واضح؟ آه يجوز أنك أنت تنشئ الإمام وأنت في الركعة الثانية أو الرابعة أو حتى وأنت بتقرأ التشهد الأخير. واضح؟ يعني واحد انت قاعد تقرا التشهد الاخير وتصلي لواحد الجرح قاعد جنبك وناوي، تروح ناوي الايه؟ الامامه، تاخد ثواب الامامه. ايوه. ما احنا لسه قايلين الكلام ده قلناه بوضوح، لان هناك نهيان، نهي عن ان تصلي بين الاعمده ونهي ان تطول المسافه بين الصفوف. نشوف عله نهي كل واحد ونرتكب اخف الضررين. عله النهي انك انت تصلي بين السواري، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنها صلاة دعوها للجن، لمسلمي الجن يصلوا فيها. كويس؟ وأنها تقطع الصف. هذه العلتين. طيب، والصلاة مع تقرب الصفوف إيه علتها؟ الخشوع. والخشوع ركن للقبول. واضح؟ يبقى أقدم أخف الضررين، إن أنا أصلي بين السواري مع مراعاة المسافة أولى من أنني أطيل المسافة واتجنب السواري، من باب ارتكاب اخف الضررين. لما عندي نهيين ابتدي اشوف ايهما اشد ضررا وارتكب اخف الضررين، لان عندنا قاعده ارتكاب اخف الضررين، مش كده برضه؟ قاعده كده. ها؟ طبعا الخشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم فيه. والخشوع ركن من اركان القبول وليس ركن من اركان الصحه، وانت اصلا مش بتصلي صلاه صحيحه وخلاص، انت عايزها تبقى صحيحه مقبوله. مش كده برضه؟ ايوه. أنا عايزين نخلص. لا ما تصليش خلفه، أنت مجربه صلاة الفجر ومجربه في العشاء امبارح، خلاص بقى. خلاص ما تصليش خلفه. وبعد كده تقول له ما تصليش بالناس.
خدوا ربعه كده قدامك وحفظوا الفتحه كويس وسيبوا يصلي بالناس، يقول الفتحه وركز مره لحد ما تقروا عليها انها بقت صح كده، قول له صلي بالناس. ايوه اهو انا رايح. جمع المستوى اللي يمنع التضعيف هو عدم مراعاة نظم الصلاة المعتاد، لأن الصلاة المعتاد ألا تطول المسافة بين الصفوف، لأن تقارب الصفوف يؤدي إلى مصلحة الصلاة، من سد فرجة فتتحرك حركة بسيطة، من استفتاح على إمام فيسمعك، واخد بالك إزاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ تقاربوا تتقارب قلوبكم، وكلما اتسعت المسافة كلما زاد التشويش، وكلما اقتربت المسافة كان الإنسان أقل تشويشا. وأن النبي كان إذا صلى في الخلاء، حتى في الخلاء يحط العنز على بعد ذراع ونصف ويصلي إليها، وكان لا يصلي إلى فضاء واسع أمامه، وكان إذا صلى في مسجده اقترب إلى جدار قبلته صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء، ما عندوش قبلة صيفية وقبلة شتوية زي ما بيعملوا الأئمة الوقت، ولا قبلة يوم الجمعة وقبلة في بقية الأيام علشان الجامع فاضي يرجع نص الجامع، ما بيعملش الحاجات دي كلها، كل دي بدعة عملها أئمة اليومين دول بسبب جهل الفقه وبسبب تدخل المصلين على الأئمة. المصلين يقول له ما ده جامع واسع يا عم، ده أنت ليه زنقنا جوه كده؟ ويجي له واحد متسلط من الجيران وأهل الحي يخلي الإمام مش عايز بقى يناكف الناس ويضطر يسمع كلامه، والإمام بقى لسه متخرج جديد من أصول الدين ومش عايز يجي شكاوى ضده، مش عايز يتنقل من الجامع، يقوم يمشي خلف جهلة الجيران. مش ده اللي بيحصل؟ ويستضعفوا الأئمة. لازم الإمام ده لما يمسك جامع يجيب كتب الفقه ويعمل درس فقه أسبوعي ويلم أهل الحي يعلمهم فقه الصلاة، عشان ساعتها ما يجي يقول لهم حاجة يسمعوا كلام ويقولوا إن الراجل ده مش بيتحكم فيه. يعني يبتدي الأول يصلي على ما اعتادوا عليه، وبعدين يقول لهم يا جماعة احنا عندنا درس فقه أسبوعي يوم كذا، ويلمهم كل أسبوع يقعد يديهم درس فقه، درس 2 3 4 10 علم أحكام الصلاة. ساعتها يقول لهم شفتوا بقى يا جماعة احنا هنصلي القبلة دي، شفتوا يا جماعة عايزين نقرب شوية، شفتوا يا جماعة مش عايزين ننشئ صف قبل ما نكمل صف، وهكذا ياخدهم بالتدريج يعني. فهي الحكاية عايزة حكمة. أيوه لو نوى 4 ركعات سنة الظهر القبلية فأقام الصلاة وهو في الثانية، له أن يقطع الصلاة على ركعتين ويسلم وتبقى انعقدت على ركعتين. أنت واخد عمارة المسجد، واخد صلاة ثواب الجماعة لأن حاضر معك ملائكة. لا، في بعض أئمة الشافعية كان ينوي الجماعة وهو منفرد لأنك بيئم القرين. شوف قد إيه؟ مش ليك قرين؟ يبقى القرين مؤتم بيك. وفي في جن مسلم، أنت ما بتقيم الصلاة بيجتمع جن مسلم يصلي معاك، بتجتمع ملائكة. فالجامع مملوء بس اللي أنت مش شايف. فهمت؟ فأنت طالما بتصلي في الجامع لوحدك وأذنت وما جاش حد، أنت واخد ثواب الجماعة وتنوي الإمامة. في كل حاجة، ويا بختك وتاخد ثواب فوق ده كله عمارة مسجد فوق ده كله. أيوة سيدي، أنا عايزين نروح بقى. سبحانك اللهم. كنت بدنا نخلي أسئلة في الآخر. أه يعني بقدر الإيمان، إذا كان حبيبك حز عسل. ها؟ شوف بيقول الكلام اللي بنقوله، يا جماعة احضروا، الكلام ده قلناه قبل كده، لا يجوز تنبيه الإمام بالكلام الأجنبي عند الشافعية وكل المذاهب إلا المالكية، يجيزوا أن يقول للإمام مثلا قمت لخامسة، ده المالكية بس. آه في ناس تلمسوا كده بالإيد يعني، تلمسوا كده يعني، يعني خلاص ويقول الله أكبر عشان ينبهوا، ويجوز أنك تكلمه بالبق، واخد بالك تقول له صلي خلفك مو سامعك يعني المشكلة، ولا هو غايب خالص؟ مش غايب خالص. ها؟ لا مش غايب. ايوه. ها؟ إدراك الركعة بإدراك الركوع. ايوه.
ها؟ المحدثين خدوا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الراجح قول الفقهاء. ايوه طب لحظة. عايز تسأل ايه تاني؟ ها؟ ايوه صح. ايوه خلف صف لم يكتمل. خلف صف لم يكتمل. لا انا بقول لك لا صلاة لمنفرد خلف صف لم يكتمل، اما لو اكتمل الصف فصلاته صحيحة. يبقى لا صلاة كاملة، يعني لا صلاة مضاعفة، مش لا صلاة صحيحة. واضح؟ ايوه. اللهم اني اسالك بما سالك به عبدك ونبيك محمد. ايوه صلى الله عليه وسلم. اللهم اني نويت بكل ما ناوي به عبدك ونبيك محمد. نيه كده مطلقه في كل الاعمال يعني. بما يسره الله لي. وبعد كده في الاخر هقول كده مش تكلم. يعني اصل ده افتئات على قلب النبي. مش من الادب. افتئات على قلب النبي. لا اطلاع لك على قلب النبي. واخد بالك؟ فده افتئات. انك انت تمشي على شرع النبي وتسال الله استجابه. احنا تعلمنا من النبي في كثير من الاحاديث انه يعني هتقول اللهم اني انا مش فاهم انت هتقول ايه يعني مش فاهم. هتقول اللهم اني انوي كل ما نواه النبي. يعني اصل النيه لها وقت. كل حاجه نواها النبي نواها في وقتها. فاهم؟ اما يجي وقت الصيام تنوي الصيام. نويته بكل ما نواه عبدك ونبيك محمد في اللبس الجديد. في اللبس الجديد يعني. يمشي ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. لكن عند وقت العباده يعني، عند وقت العباده، مش نيه كده مطلقه وتسيبها وتيجي وقت العباده بقى تبقى غفل. لا خلاص ما يجراش حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.